السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله عندنا واحد جوج الوصفات خاصة بالكالامار. سبقت أنا كنت نزلته بالطريقة ديال التنظيف ديالو، عادي تلقاوها عندي في القناة. هاد الوصفة هادي تجي لذيذة وتجي زوينة، وأيضا عادي تكون مختلفة، لأن مال فين تنعمرو الكالامار بالروز. اليوم إن شاء الله عادي نعمرو بالشعرية الصينية تاع الأرز. عندنا غير تنحتاج مربع واحد. ندوزو دابا المقادير. تحتاجوا الصوص طوماط اللي تنكون شدينا مطيشه وطحناها، هنايا الكالامار اللي تنكون نضفناه، هنايا عندنا واحد المربع ديال شعريه الارز شعريه الصينيه، عندنا معلقه ديال الهريسه، عندنا هنايا جوج ديال المعالق ديال المعدنوس والقزبر اللي فيهم الثومه. بالنسبه للتوابل عندنا الكمون، عندنا الكركم، عندنا قليل من البزار تعوضنا بالهريسه، عندنا التحميره اللي هي البابريكا، عندنا الزنجبيل. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو. هنايا عندنا معجون الطماطم معلقه، عندنا القليل من سميتو المصير او الحامض المرقد ديال الدار، وايضا عندنا زيت الزيتون. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه تنبداو بها هي هذه الشعريه، غادي نخويو عليها الماء طايب ونخليوها فيه مده 5 دقائق. هنا درت واحد الكاسرونه، درت فيها الماء وورقه سيدنا موسى، غادي ننزل فيها الملحه. منين تبدا تغلى غادي نبدا ندير لها داك الكالامار. ندوزو من هاد الماء والملحه وورقه سيدنا موسى. صافي انا سكت البوطه، بدا انا غير الماء يكون طايب بزاف باش تنديروا هذه الطريقه باش الكالامار تيتنقى لينا مزيان، ما تبقى فيه حتى شي حاجه. دابا صافي غادي نهزو مباشره، ما عاديش نخلي في هذا الماء بزاف. هكا تيخليه يتنقى لينا مزيان وما تبقاش فيه ديك الريحه تاع السفوريه. متنغليوش، راه غير نديروه في داك الماء حتى تيغلى، نزلو في داك الماء وتنسكتو هادي، نسكتو عليه النار مباشرة. تنعاود نجيب اسميتو الكالامار ديالي اللي لقيتها مفتوحة ولا مثقوبة ولا شي حاجة، فأنا عندي نقرضاير بهاد الشكل هذا. لان بغيت نعمرو خصو يكون مزيان ما فيه حتى حاجه. بالنسبه للكالامار تيكون واحد يعني واحد السمك اللي تيكون نظيف بزاف. تنديرو حنا يعني كنديرو غير هاد الطريقه باش نحيدو منه ديك السفوريه ولا الا فيه شي حاجه. صلاة النبي بعد ما سالينا. بالنسبه لهادو ما تنضيعهمش حتى هما، هادو تنجمعوهم حتى تنديروا بهم الشوربه ديال السمك، تجي لذيذه بزاف. دابا نخدموها حتى هي. صافي بعد ما سالينا دابا هاد الكميه اللي عندنا، عادي نعاود ثاني نضفهم بالماء، نخوي عليهم غير الماء صافي، نخليهم يتسقطروا وندوزو نخدموا بها. دابا عادي نبداو المرحله الثانيه. تناخذوا هنايا الملحه والبزار تنخلطهم بجوج، ناخدو هادو اللي بينا نعمرو، نديرو صبعنا فيه الملح والبزار وندخلو فيهم ندوزو فيهم الوسط بهاد الشكل هادي. صافي نحطوهم، عادي ندوزوهم كلهم هكا، هكا تيجيو لذادين تيجي بنين هاد الكالامار.
مثلا كتروش يدلي من الحارة غير شوية من حول بزار ونسوي غير شوية انا عايز نستمر هكا حتى نسالي ونعاود نطلقها. هذا عاد نخليه حتى نكملوا ليه الخدمه ديالو. دابا بعد ما دوزنا ليه الملح والبزار عادي نجيبو هنا واحد الاناء ننزلو فيه هاد الشعريه اللي قطعناها رقيقه بزاف، باقي المكونات الاخرين تنزلي ليها الحامض. الملحه ما عادش نضيفها حتى ندوق هذا الشيء، هذا نشوف واش هو هذاك في الملحه، اذا كان خاصنا راه نضيف. دابا غادي نجيب هذا الوحيد الثاني، نجيب دابا الكالامار نبدا دابا نعمر فيه. بسم الله. هذا هو الكالامار تاعنا بعد ما مسليناه، الحشوه ديالنا ما تيبقى لنا فيها والو، حتى الا بقات لنا راه نديروها في السوبيرو ونخليوها تنبغي نخدموا بها، ممكن نعمر بها مسمن، ممكن نخدموا بها بزاف تاع الحوايج تتكون لذيذه بزاف. دابا عاد نردوه فوق النار، وبالنسبه لهاد الاخر عادي تشوفوا الطريقه باش عادي نخدموه. دابا حنا هنا درنا فوق النار على نار تتكون مهيله، عادي نخليوه دائما الكالامار تاخذ وقت ما بين 25 دقيقة، ما بين 20 دقيقة و 25 دقيقة. بالنسبة لهاد الاخر فانا تناخد مقلة ما تتلصقش تندير فيها شوية الزبدة صافي نسلو هنا. غادي نديه هنايا ونجيبو فهاد المقلة غير واحد الشوية غير باش يتقلي داك الما ديالو. صافي دابا غادي نسكت عليه النار ونعاود تاني نحيد نضف هاد المقلة نعاود نرجع تاني معاكم. ترجع هنايا تنعاود ندير زيت الزيتون تنضيف المعدنوس والقزبر فيهم الثومه تندير الملحه دائما الملحه على حسب الذوق تندير واحد شويه ديال البزار غير واحد شويه صافي تنعاود نغسلو فيهم.
الطريقه تيجي فتي بزاف وايضا تيجي الجبد صعبان عاد نسكت عليه الماء انا طفيت البوطه واخا تاع الحبك بالنسبه لهنا حتى تنكون حيدنا النقل ديالنا فوق النار عاد نديرو على قطرات ديال الحمض غير واحد شويه عيش اقترات الجين ديالي راه طاب ولكن قبل ما نسكت عليه النار تندير قطرات ديال الحامض غير من الفوق غير شويه صافي نخليه واحد دقيقه صافي ونسكت عليه حتى نسكت عليه النار حيت راه طاب. هذا الطاجين ديالنا بعد ما طيب تيجي على هذا الشكل هذا تيجي لذيذ بزاف ما شهيته لكم. بالنسبه لرفقنا مع هذا الكرع عادي اللي شحرناه في زيت العود والمعدنوس والقزبر تاهي تجي لذيذه بزاف. هنا فريت هذا داك سميتهم الكالامر الاخر اللي دوزنا من المقله حتى هو تيجي لذيذ بزاف وتيجي طري ما تيجيش قاصح. وهيك الفجل مع عصير تاع الليمون نتمنى الاقتراح ديالو معجبكم وشيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله.